امبارح حصل حريق في قسم العناية المركزة في مستشفى سيدي سالم المركزي، سيدي سالم كفر الشيخ. قوات الحماية المدنية الحقيقة نجحت في إخماد هذا الحريق، تم نقل كل المرضى تاني، كل المرضى لمستشفيات أخرى لاستكمال العلاج. وزارة الصحة من ناحيتها طبعا فتحت تحقيق موسع في حريق الرعاية المركزة بتاع مستشفى سيدي سالم اللي في كفر الشيخ. طيب خلونا بقى نحاول نعرف أكتر عن هذا الموضوع. معانا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أهلا بيك يا دكتور. تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك. تحياتنا ليك يا فندم. أولا بعد إذنك طمنا على نزلاء الرعاية المركزة في سيدي سالم، وبعدين نتكلم شوية على مسألة إيه اللي حصل. طيب خليني بس اقول لحضرتك برضو في عجاله ان بالامس تم حريق ليس في العنايه المركزه ولكن في غرفه زملاء التمريض الملحقه بالعنايه المركزه. يعني في غرفه التمريض مش جوه العنايه. لا مش جوه العنايه، وبالتالي لم يكن هناك اي اثار للحريق داخل العنايه. يعني لم يصل الحريق ولا اللهب لداخل غرفه العنايه المركزه نهائي. لا داخل غرفه العنايه ولا الى اسره المرضى. كانت العنايه فيها 10 من المرضى، تم نقلهم، هي تحركت 26 سياره اسعاف، تم نقل ال 10 مرضى الى المستشفيات. ده اجراء طبي متبع عند حدوث اي نوع من انواع الحوادث في المستشفيات، مع عدم استقرار التيار ووجود نوع من حاله عدم الاستقرار. كان في المستشفى 17 مريض ما بين الحضانات والاقسام الداخليه ورعايه الاطفال، تم نقل 27، ده اجمالي المرضى اللي كانوا موجودين، 10 في الرعايه و17 في الحضانات والاقسام الداخليه ورعايه الاطفال، تم نقلهم الى المستشفيات القريبة، مستشفى الضيوف العام، مستشفى الأطفال، مستشفى العبور للتأمين الصحي، ومستشفى كفر الشيخ العام، وبقية المستشفيات. ده التأمين الطبي الذي حدث. بعد ساعتين من نقل أحد المرضى الذي وهي سيدة تبلغ من العمر 68 سنة، كان عندها جلطة دماغية منتشرة وكانت على جهاز تنفس صناعي، حصل عدم استقرار وتوفيت الحالة. هل بقى الوفاة لها علاقة بالأوضاع اللي كانت، ولا الوفاة ده هو شيء متوقع، هو بسبب خطورة الحالة؟ ده واحدة من الأسئلة المهمة التي أمر الدكتور خالد عبد الغفار، أو وجه الدكتور خالد عبد الغفار بإجراء تحقيق موسع للإجابة على الحقيقة ثلاثة أسئلة هامة. السبب الحريق، هل كان هناك ما يمكن اتخاذه لمنع حدوث الحريق؟ هل هناك ما يمكن اتخاذه لمنع تكرار مثل هذا الحادث؟ والحقيقة يجري التحقيق الآن وفي الإجابة على هذه الأسئلة. وفي كل الأحوال في تحقيق حول أسباب وفاة المريضة اللي فارقت الحياة عن عمر 68 سنة، لأنه البعض ممكن يقول ممكن تكون فارقت الحياة بسبب عدم استقرار الحالة نتيجة نقلها من العناية المركزة لسيارة إسعاف ثم نقلها إلى عناية أخرى في مستشفى آخر. يعني ده واحدة من الأسئلة الهامة التي سوف يجيب عنها التحقيق. طبعا أسباب الحريق من الناحية المرتبطه بجهات التحقيق الجنائيه لسه لم يتم الاعلان عنها، لكن احنا هنا بنتكلم على التحقيق من قبل وزاره الصحه للاجابه على السؤال اللي حضرتك ذكرته، للاجابه على سؤال هل كان هناك ما يمكن اتخاذه لمنع حدوث هذا الحريق، او هل هناك ما يمكن اتخاذه لمنع تكرار هذا الحريق. عظيم. طب دكتور حسام، اكيد حضرتك شفت الصور اللي بيتم تداولها على المواقع، مش بس مواقع التواصل الاجتماعي، من ضمنها صوره لعلى ما يبدو هي صورة لغرفة العناية المركزة، فيها الأسرة وفيها كرسي بلاستيك أزرق، ترابيزة حمراء، واضح أنه فيها مية وفيها أثر لرماد على الأرض، لكن ما فيش تلف في الأسرة. لا يوجد أي آثار للحريق، لا على أسرة العناية ولا على أجهزة العناية. وحضرتك هتلاحظ أن الصور دي كلها هي ليه بعد ما تم ده ممكن يبقى نواتج بتاعه خراطيم الاطفاء نفسها، صح؟ بالظبط يا فندم.
لانه لو كان اللهب دخل كان زمان البلاستيك ده كله جه على الارض، ده كان زمانه بالسلامه يعني. والحقيقه انه يعني هناك الكثير بقى من الاشاعات التي تنتقل، 300 مريض يحتاجون الى نقل دم، والحقيقه يعني المستشفى كلها ما كانش فيها 300 مريض، احنا حوالي 27 مريض. واحنا عن... ولا حاله اصلا كانت تحتاج الى نقل دم. لا اصل احنا لو عندنا اللي خرج يقول الاطفال يموتوا، وهو الحمد لله الحمد لله حضانات الاطفال ورعايات الاطفال بعيده تماما عن مكان حدوث الحريق اللي كان في غرفه التنظيف الملحقه بعنايه الكبار. لا اصل انا لو عندي في مستشفى سيدي سالم غرفه عنايه مركزه تتسع ل 300 او بقدره 300 سرير، ده كده حدث يعني. 300 سرير في عنايه مركزه بس يا دين النبي. المغرضه التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بدون ان يكون هناك يعني حتى نوع من التوثق. انا علشان كده قصدت الحقيقه ان انا اقول لحضرتك على موضوع الصوره، لان هي واضحه. لو كان دخلت السنه اللهب لهذه الغرفه كان زمان الاسره نفسها، لانها بتبقى معموله من يو بي في سي، والكراسي اللي موجوده دي كان زمانها كلها ساحت يعني. فواضح ان دي بسبب الميه المندفعه من خراطيم الحريق، وواضح ان الصوره اتلقطت بعد ما قوات الحمايه المدنيه سيطرت على كل شيء. صحيح صحيح. اشكرك يا دكتور، احنا واجعين دماغك دايما، ووضح ان حضرتك في الطريق، ربنا يعني يوصلك بالسلامه. اشكرك جدا 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 دكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه والسكان.